تأملات قرآنية. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لا تخافي ولا تحزني، إنه هنا في رعاية اليد التي لا أمن إلا في جوارها، اليد التي لا خوف معها. إنا رادوه إليك، فلا خوف على حياته ولا حزن على بعده، وجاعلوه من المرسلين. وتلك بشارة الغد، ووعد الله أصدق القائلين. تأملات قرآنية.